موجز الأخبار من ABC نيوز عربية، أهلا بكم. مجلس النواب يدرج تعديل قانون الانتخابات على جدول أعمال جلسة اليوم وسط تمسك المستقلين بالمقاطعة. رئاسة كردستان تحدد 18 من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمان الإقليم. النائب ياسر وتوت يؤكد لABC عربية إدراج المفسوخة عقودهم من الدفاع والداخلية والمخابرات والأمن الوطني ضمن موازنة 2023. قوات الرد السريع تشرع بعملية أمنية في ديالى بهدف فرض الأمن والاستقرار في المحافظة. بعد موجة من ردود الأفعال المختلفة، هيئة الإعلام والاتصالات توجه بإيقاف مسلسل الكاسر والذي عرض على إحدى القنوات المحلية. وفي الشأن الدولي، الخارجية السورية تدين الضربات الجوية الأمريكية والتي استهدفت دير الزور وتطالب بإنهاء الوجود العسكري. السلطات الأمريكية تعلن عن مصرع 25 شخصاً جراء عصير مدمرة ضربت ولاية ميسيسيبي الأمريكية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.